الديستورشن بتاع الجيتار يا حاج، الديستورشن بتاع الجيتار. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن تأثير مهم جدا الذي ينتظره الملايين، الديستورشن. الديستورشن هقول لكم قصته ظريفة جدا. في الخمسينات كان في واحد من العازفين المشهورين في امريكا بيعزف بلوز وبيعزف روك اند رول. الراجل دوت كان راح الحفلة بتاعته، وبعدين وهو راح الحفلة السماعة بتاعت الامبليفاير بتاعته اتخبطت في حاجة، فالسماعة اتقطعت، اتخرقت من النص في حاجة. فالراجل مش عارف، حط الامبليفاير وبتاعه وابتدى يعزف في الحفلة، فطلع الصوت مشوه، يعني طلع الصوت بيزن كده زنة مش حلوة خالص، يعني صوت وحش بتاع الجيتار. بس الراجل عجبه الموضوع دوت، الراجل عجبه الموضوع ده. هو طبعا الحفلة اكيد فشلت يعني، فالراجل عجبه الموضوع دوت ان الجيتار صوته بيزن الزنة ديت، يعني صوته بيطلع الصوت اللي ليه زنة محدش بيعملها. فابتدى يروح ويعمل، عمل عليه كم لحن كده من الحانه، واستعمل الجيتار اللي بيزن الزنة دي او صوت الجيتار الغريب دوت. الناس سمعت الالحان ديت فعجبتها الفكرة، فابتدت تخرق الامبليفاير بتاعها بقلم رصاص، السماعة تخرق السماعة بقلم رصاص، وتبتدي تعمل اغاني على الموضوع دوت. وبقى اتشهر جدا الموضوع في الخمسينات، والناس كلها بقى بدأت ايه تبوظ الامبليفيرات بتاعتها عشان تطلع صوت الزنة اللي طلعت موضة من الراجل اللي بدأها بطريق الصدفة يعني. وابتدوا بقى يقطعوها بالموس، يقطعوا السماعة بالموس شرطتين كده عشان السماعة ترفرف كده وهو بيعزف، فطلع الصوت يعني طلع الصوت اللي بيزيق دوت وهو بيعزف يعني. فعمل واحد منهم حتى أغنية من الأغاني بتاعته، والاغنيه ديت بيذاعها في الراديو، رفضت محطات الاذاعه تذاع له الاغنيه اللي سجلها ديت على اسطوانه. ليه يا عم رفض تذيع الاغنيه دي؟ قال لك الاغنيه دي شكلها بتحرض على العنف يعني. حتى كمان الصوت ما عجبش شركات التسجيلات في الاول، وقال لك ده صوت بيحرض على العنف، الصوت البشع دوت يعني. ابتدى بقت الناس تسمع، لا ده في حاجه مختلفه، الناس اللي بتلعب بلوز والناس اللي بتلعب جيتار في فرق الروك اند رول، ابتدى الصوت دوت بالاضافة لاصوات الجيتار الطبيعية واصوات الالات التانية في الاوركسترا، ابتدى الصوت ده يبقى من قدام شوية، وابتدى يعمل سولوهات، وابتدى يبقى مميز ولايق على الخلفية الموسيقية، والذوق بتاع الناس كمان ابتدى يتطور شوية. فابتدت الناس تلتفت الى الصوت الجميل دوت، بس لسه المشكلة ما اتحلتش يعني. لغايه ما واحد من الناس اللي بتصنع امبليفايرات الجيتار كان عامل امبليفاير، بس كان فيه غلطه في الدايره بتاعه الامبليفاير نفسها. الغلطه ديت ادت الى صوت قبيح جدا، هو صوت الديستورشن ده طالع من السماعه. فالراجل يعني بيجرب الامبليفاير اللي هو عامله دوت، طلع الصوت المعيوب دوت وهو صوت الديستورشن اللي هو الصوت دوت. فالراجل فكر، قال الله، طب ما ده يعني لو انا درست الموضوع دوت اقدر اصنع امبليفاير يبقى فيه الكلام دوت من غير ما ابوظ السماعه. فابتدى فعلا يدور الغلطه جت منين، وركب بالظبط الامبليفاير زي ما هو ركبه، بيطلع الغلطه ديت عشان يطلع الصوت اعلى من الليفل بتاعه، بيطلع الديستورشن دوت على السماعه، وانتج اول امبليفاير بيطلع الصوت ده من غير ما تبوظ السماعه نفسها. فانت قدامك اختيارين، انك انت تعمل الصوت نقي وحلو، وبتفتح مفتاح كده يروح مطلع لك صوت الديستورشن ده، فبقى عندك الامبليفاير بيعمل الاثنين. وبقى هذا صيحه في عالم الجيتار. ابتدت بقى الناس لما ابتدت تظهر، قال لك انا يعني لسه هروح اغير مفتاح بايدي ومش عارف ايه، طب ما ينفعش دواسه ادوس عليها تعمل لي المفتاح ده يتغير او. فابتدت الفكره بتاعت البدلات بتاعت الارض بتاعت الديستورشن، وابتدت الناس تدور على فكره البدلات. فكره البدلات دي تطورت لدرجه ان ابتدوا يعملوا البدال نفسه هو اللي بيعمل الصوت العالي ده، بان هو بيكبر الدايره وبتاع، بيطلع السيجنال عاليه جدا توصل للامبليفاير، فبتوصل له عاليه مشوهه اساسا، فبيطلع الديستورشن طبيعي. ابتدت البدلات الديستورشن ديت تظهر في الستينات بقوه، واستعملوها ناس كتيره جدا زي البيتلز، واستعملها جيمي هندريكس، اشهر واحد استعمل البدلات الديستورشن دي. في بدال منهم بيسموه الفازي فيز، شكله واحد مبتسم يعني، شكله عامل زي ابتسامه واحد على وجه، ودي كان من اشهر البدلات اللي استعملها واحد اسمه جيمي هندريكس، مشهور جدا باستعمال، بيلعب كان بيلعب بلوز، واتشهر جدا في انجلترا ومات وسنه صغيره،
ورغم ان موته في سن صغيره التراث اللي سابه ورغم انه قليل بس كان عظيم جدا في سنتين ثلاثه بس من عمره، في العمر الفني كله سنتين ثلاثه بكتير 4 سنين، ممكن فعلا في وقت قصير توصل لنتائج عظيمه جدا لو انت ركزت واشتغلت وكان عندك حاجه تقدمها. فابتدت البدلات الديستورشن تظهر وابتدت شركات كتيره تنتج، واحد يطلع مش عارف ايه، واحد يطلع مش عارف ايه، واحد اسمه مش عارف ايه، واحد الرينج بتاعه مش عارف ايه، ورخيص وغالي وتخين ورفيع ومدور وكل حاجه يعني. فبدات البدلات تنتشر اللي هي البدلات اللي هي الديستورشن ديت، وبقت من عماد الموسيقى الغربيه حاليا، وفي بعض برضو في الموسيقى الشرقيه يعني ممكن الناس تستعمله حتى بس يكون بشياكه. انت لو استعملت البدال ده بشياكه وليه وقته وليه صوته وبتاع هيؤدي الالحان انت تتقبلها حتى كمان تبقى جميله ونقدر نسمعها وما يبقاش ناس كتيره ما عندهاش مشاكل معاها. يعني ناس بيحصل لها مشاكل لما الديستورشن بيبقى زياده عن اللزوم، ايه يا عم الدوشه اللي انت بتعملها ديت؟ فطبعا صوت الديستورشن لما بيزيد بيبقى للناس مخصوصه، يعني الناس اللي بتسمع بقى هيفي ميتال وهارد روك ومش عارف ايه، كل واحد ذوقه يعني. انا مش ذوقي الشخصي يعني الهيفي ميتال والهارد روك، بس في بعض المقطوعات في الهيفي ميتال والهارد روك بتعجبني بس مش كلها يعني، مش اغلب الموضوع ده يعني. دخلنا تاني على الكمبيوتر بتاعنا عشان نجرب صوت الجيتار بدون افكت. فده صوت الجيتار جاي على الامب بتاعي، صوت جيتار نقي ما فيهوش اي تاثير. طيب احنا انت قلت لي قبل كده ان الديستورشن دوت بيتعمل عن طريق الامبليفاير قبل ما استعمل اي بدلات. طب نسمع كده بالامبليفاير بس من غير اي حاجه نعمل صوت الديستورشن ازاي؟ دايما الامبليفاير عندي بيبقى عندي التحكم في حاجتين، الجين والماستر او صوت الفوليوم بتاع الجيتار في الاخر، الصوت النهائي اللي بيطلع. طب ايه الجين ده؟ الجين ده تخيل انك انت عندك محبس تفتح منه الصوت داخل قد ايه للامبليفاير، فكل ما انت تفتح المحبس اكتر بيدخل الصوت للامبليفاير معاه كمان الهز بتاع الاوتار والديستورشن والبتاع. فكل ما انت دخلت الصوت عالي للامبليفاير بكل الحاجات اللي طالعه معاه بيطلع صوت الديستورشن جاي منه اكتر، وكل ما انت بتكبره اكتر بالصوت دوت المفروض الصوت نفسه بيبقى اكبر بس بيبقى طالع معاه شويه ديستورشن يعني. انما لما تقلل الصوت بتاع الامبليفاير في الاخر بس انت سامح بصوت كتير بيدخل جواه بيطلع صوت الديستورشن اعلى من صوت المستوى بتاع الصوت نفسه. طيب نفكر كده في الموضوع ده، انا هقفل الريفيرب هنا اهو، ده صوت الجين عامله في النص هنا عادي والماستر عالي زي ما انتم شايفين. بص لما هقلل الجين اكتر الصوت واطي، ما انت قفلت اساسا المحبس مفيش حاجه داخله، الصوت والديستورشن مش داخلين. لو قفلت الجين خالص انا بعزف الجيتار يا دوبك بتنفس يعني مفيش حاجه داخله يعني. طيب لو انا عليت الجين على مستوى اعلى شويه سامع صوت طالع ازاي؟ سامع الصوت الوحش اللي طالع معاه ده جاي من الديستورشن. طيب لو انا قللت الماستر بقى كمان شويه طيب لو انا كمان عملت حاجه تانيه بان انا استعملت البيك اب بتاع الامبليفاير بتاع الجيتار نفسه، انا كده عامل كله على الميكروفون او السويتش بتاع الميكروفون اللي جنب رقبه الجيتار. طب انا لو قربت على البريدج اكتر، لو عملت السويتش مثلا بتاع البريدج، بتاع البريدج ده صوت بيبقى صوت اقرب الى الصوت الحد شويه، وكمان الميكروفون اللي عندي على الجيتار البيك اب ده همبكر يعني دبل، هتلاقي الاثنين عليه يعني، فنسمع الصوت بتاع الهمبكر. خلي بالك صوت الديستورشن دوت اللي انت سامعه انا مستعمل فيه بالظبط الجيتار بس والامبليفاير، ما استعملتش لسه
اي مؤثرات صوتيه. هرجع تاني بقى الصوت بحيث يبقى الجين معقول شويه والماستر معقول شويه. فصوت الجيتار رجع طبيعي تاني. طب لما استعمل بقى بدلات بقى نستعمل البدلات بتاعتنا. هقفل الامبليفاير اللي على السوفت وير وهفتح البيدال بورد. زي ما احنا اتفقنا جيمي هندريكس لما استعمل البدال بتاع الفاز فيس دوت شايفينه عامل ازاي؟ هابي فيس فاز. البدال ده مشهور جدا، حتى كمان الرسمه بتاعته اللي عاملينها على الكمبيوتر معضعض ومضعضع، ده معناه ان هو جاي من زمن طويل، يعني هو فعلا من الستينات الفاز فيس دوت. في اسامي كتيره على فكره الموضوع ديستورشن والاوفر درايف. اوفر درايف انك بتزود شويه الصوت بتاع الجيتار، انما الديستورشن ده بيخليه اقوى شويه من الاوفر درايف. فالاوفر درايف حنين شويه او نوع حنين من الديستورشن يعني. فاحنا هنسمع دلوقتي الجيتار سليم، نسمع بعد الفوز فيس. في بقى حلول كتيرة لو انا على السوفت وير بتاعي ده متسجل حاجات اساسا بستعمل فيها ديستورشن مثلا. فاحنا هنسمع مثلا دارك جرايند ديستورشن. ممكن كمان نستعمل حاجة تانية مثلا دارك روست. لو انا بقى حطيت كمان على البيدل دوت كمان شوية مثلا ريفيرب، حط سبرينج ريفيرب عليه، اقلل التايم شوية. طب لو حطينا الريفيرب ورا حطينا الريفيرب قبل الديستورشن الصوت وحش شويه، بيقول لك الصوت ماضي يعني الصوت يعني سايح على بعضه يعني. فطبعا الريفيرب دايما بيتحط بعد الديستورشن. نحاول ان كمان نقلل شويه الوقت مثلا او نقلل شويه الميكس ونخلي السايكل اقل. وهو ده الديستورشن، واشوفكم الحلقه الجايه.